السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنت قد أجريت بحثا من قبل حول الهجوم على دار الزهراء من قبل العصابة الإرهابية بقيادة عمر بن الخطاب، فقام الإخوة من قناة الرافدة بترجمة هذا المقطع إلى اللغة الإنجليزية ونشره على قناتهم. فقام أحد أتباع السقيفة بالرد على هذا المقطع، وحاول مثل أصحابه بمحاولة يائسة تضعيف حديث المصنف والتشكيك في الواقع. For years, Sunnis have challenged the Shia to provide a single authentic narration which mentions the incident of the broken rib, an event in which Umar allegedly burnt the house of Fatima and in the process breaking her rib. All this in an attempt to get Ali to pledge allegiance to Abu Bakr. A recent attempt was made by an individual who goes by the name of Dhul Fiqar, who had his video translated by the Shia YouTube channel known as Rafida from the minor land of Fadak. Before we begin, let us summarize the key events of the fabricated tale of the broken rib, which we hope Dhul Fiqar will demonstrate in his video. 1. Umar burning the house of Fatima. 2. Umar crushing Fatima behind a door, breaking her ribs. 3. Fatima miscarrying her unborn child as a result. 4. Ali being dragged out of his house and forced to pledge allegiance to Abu Bakr. تعالوا معي إلى هذا الكتاب. المصنف لابن أبي شيبة المتوفى 235 الجزء الثالث عشر رقم الصفحة رقم الحديث. دققوا معي إخوتي الكرام في السند. حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمران، حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من الخلق أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله يقسم ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمر بهم أن يحرق عليهم البيت. قال فلما خرج عمر جاءوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه. So he brings a narration from the Musannaf of Ibn Abi Shayba, which is probably the most authentic narration that appears to allude to the alleged broken rib incident. Consider the following points regarding this narration. The authenticity of the report is disputed, with some scholars grading it as sahih, authentic, while others argued that it is mursal, disconnected. يقول اختلفوا في صحة هذا الحديث، منهم من قال أن هذا الحديث صحيح ومنهم من قال أنه مرسل، كيف ذلك؟ بين لنا يا علامة زمانك أين هو الإرسال في هذا الحديث؟ The disconnection of the report is clear when we look at the chain of narration of the hadith. It is stated that Muhammad ibn Bishr narrated from Ubaidullah ibn Umar from Zayd ibn Aslam from his father Aslam that when Abu Bakr received the pledges of allegiance until the end of the narration. As you can see, in this chain, Aslam doesn't mention who he heard this report from. Aslam was a slave of Umar who, according to Imam al-Dhahabi in Sir A'lam al-Nubala, was bought as a slave 2 years after the Prophet sallallahu alayhi wasallam's death, so he couldn't have witnessed such an event. أتباع أهل السقيفة مثل الببغاء يرددون نفس الشبهة. هذا الكلام رددت عليه مئات المرات. يقولون أن أسلم لم يكن في المدينة ولم يشاهد هذه الحادثة، وهذا الكلام قاله هذه القصص حقيقة يعني هي دغدغة المشاعر، يدغدغون مشاعر الناس بأمثال هذه القصة، وهذه قصة مكذوبة باطلة، وجاءت رواية ضعيفة عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب وأبو بكر لما ذهب إلى علي ولم يبايع في بيت فاطمة حتى لا نكون يعني كتمنا شيئا من ذلك، أنهم جاءوا إلى علي فكلم عمر فاطمة بأدب وقال يا ابنة رسول الله والله ما من أحد أحب إلينا بعد رسول الله منك، زين فمري هؤلاء فليبايعوا، طيب أو أحرقوا الدار على من فيها، قالت أو تفعل يا عمر، قال نعم. هذه قصة أيضا باطلة غير صحيحة، زيد بن أسلم لم يدرك الحادثة ففيها انقطاع، وفي هذه القصة أيضا أنه كلمها بلطف وأنه لم يحرق وإنما هدد بالحرق. كما شاهدتم معي تدليس عثمان الخميس واضح وفاضح، حاول إيهام الناس أن السند ينتهي إلى زيد بن أسلم، ولكن في الحقيقة أن السند ينتهي إلى أبيه أسلم. شاهد ردي عليه في نفس الحلقة.
لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإنا إليه راجعون. سمعتم ماذا قال إخوتي الكرام؟ هذا الحديث الذي إسناده صحيح يقول أنه ضعيف. لماذا ضعيف يا سماحة الشيخ؟ يقول لأن زيد بن أسلم لم يدرك الحادثة. عجيب والله عجيب. هل السند ينتهي إلى زيد بن أسلم أم إلى أبيه أسلم؟ شاهد السند يقول حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. إذن السند لم ينتهي إلى زيد بن أسلم، ينتهي إلى أبيه أسلم. إذن السند لم ينتهي إلى زيد بن أسلم بل إلى أبيه أسلم، يعني زيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم وأسلم يروي عن عمر بن الخطاب كما شاهدتم. إذن هذا الحديث ليس بحديث ضعيف ولا منقطع، فلماذا هذا التدليس على الناس؟ كما شاهدتم معي أن السند ينتهي إلى أسلم، ولكن الوهابية يحاولون تضعيف هذا السند ويقولون أن أسلم لم يدرك الحادثة. وأنا أتيتهم بمثال من صحيح البخاري أن أسلم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل أسلم عاصر رسول الله حتى يروي عنه؟ شاهدوا. وأيضا إذا سلمنا بكلام هذا العلامة سوف ينهدم البخاري. لماذا؟ لأن البخاري روى مثل هذا السند تماما. شاهدوا فتح الباري بصحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء العاشر دار الفكر رقم الصفحة رقم الحديث يقول حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن رسول الله كان يسير في بعض أصفاره وعمر بن الخطاب إلى آخر الحديث. لاحظتم أن زيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم وأسلم يروي عن رسول الله مباشرة، فضلا عن عمر بن الخطاب الذي هو مولاه وكان ملازما له. فأين هو الانقطاع والإرسال؟ هل يتجرأ هذا العلامة أن يقول أن هذا الحديث ضعيف؟ الآن المشاهد ما هو رد هذا الشخص علي؟ فتح الباري بصحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء العاشر دار الفكر رقم الصفحة رقم الحديث يقول حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن رسول الله كان يسير في بعض أصفاره وعمر بن الخطاب إلى آخر الحديث. لاحظتم أن زيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم وأسلم يروي عن رسول الله مباشرة. Then he quotes Ibn Hajar in Fath al-Bari where he authenticates this report. شاهدوا معي ماذا قال ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث. فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني هدي الساري مقدمة فتح الباري دار الفكر رقم الصفحة الحديث 74. قال الدارقطني أخرج البخاري عن القعنبي وعبد الله بن يوسف وغيرهما عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسير وعمر معه الحديث في نزول سورة الفتح مرسلا وقد وصله قراد وغيرهما عن مالك. قلت هنا ابن حجر يرد على الدارقطني يقول قلت بل الظاهر رواية البخاري الوصل فإن أوله وإن كان صورته سورة المرسل. The reason Ibn Hajar gives for the authenticity of this hadith is that it also comes through the path of Qurad. هذا الشخص دلس علي وعلى ابن حجر ولم يجد جوابا على أدلتي وبتر مقطعي. شاهد المصيبة وماذا قال. The reason Ibn Hajar gives for the authenticity of this hadith is that it also comes through the path of Qurad. يقول أن سبب تصحيح ابن حجر لهذا الحديث أنه أتى أيضا من طريق قراد. ما شاء الله. أين حاول ابن حجر تصحيح هذا الحديث بسبب أنه جاء من قراد؟ أين قال هذا يا مدلس؟ هذا الكلام هو كلام الدارقطني وليس ابن حجر. ابن حجر كان يرد على الدارقطني الذي حاول تضعيف هذا الحديث، أما ابن حجر لم يقل أنه جاء من طريق قراد، فلماذا بترت مقطعي حين بينت هذا الأمر؟ شاهد المقطع المبتور وكلام ابن حجر. هنا ابن حجر يرد على الدارقطني يقول قلت بل الظاهر رواية البخاري الوصل فإن أوله وإن كان صورته صورة المرسل فإن بعده ما يصرح بأن الحديث لأسلم عن عمر ففيه بعد قوله فسأله عمر عن شيء فلم يجبه فقال عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن وساق الحديث على هذه الصورة حاكيا لمعظم القصة عن عمر فكيف يكون مرسلا؟ هذا من العجب والله أعلم. كلام واضح من ابن حجر، فالحديث متصل ولا يوجد انقطاع، وكما شاهدتم أسلم يروي عن رسول الله مباشرة، والبخاري قبل الرواية، وكما تعلمون البخاري هو صح كتاب بعد كتاب الله عندهم، ولا يروي إلا عن التقات. إذن ابن حجر يقر أن هذا الحديث صحيح وليس بمرسل، ليس لأنه جاء من طريق قراد كما قال هذا المدلس، وإنما لأن أسلم كان يحكي قصة وقعت لمولاه عمر، إذن في رواية البخاري
أسلم روى حديث عن رسول الله مباشرة وهو لم يرى رسول الله، ولكن البخاري قبل حديثه لأنه يعلم أن أسلم يروي عن مولاه عمر، والبخاري عندهم إمام في الجرح والتعديل. فهل أنت أفهم من البخاري هذا؟ نكمل مع هذا المدلس. However, with the case of the hadith in Musannaf ibn Abi Shayba regarding the event of Umar threatening to burn the house, there is no alternative chain that is connected, and thus the report can be considered weak. خلاصة كلامه أن هذا الحديث الذي رواه المصنف ضعيف، ودليل ضعفه أن أسلم لم يصرح بالسماع من عمر. وأنا أقول لهذا الشخص، وهل أسلم صرح بالسماع من عمر في حديث البخاري؟ فهل ستتجرأ وتضعف هذا الحديث الذي رواه البخاري؟ هناك دليل آخر يبين أن أسلم كان يروي عن عمر، بل وصرح بذلك في نفس الواقعة. شاهدوا معي. المستدرك على الصحيحين للحاكم نيسابوري، جزء الثالث، صفحة 183، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمر. إذن أسلم يروي عن عمر أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا فاطمة، والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك، والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي منك. يقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ويقول الذهبي: غريب عجيب. كما شاهدتم معي نفس الواقعة، ولكن الحديث هنا مبتور، حذفوا التهديد. ولكن لا يهمنا هذا، ولا يهمنا تصحيح الحاكم ولا تعليق الذهبي. المهم أن أسلم كان يروي عن عمر كما شاهدتم. وإذا رجعنا إلى المصنف نجده أيضا يروي عن عمر. شاهدوا معي. حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال. واضح وضوح الشمس أن أسلم كان يروي عن مولاه عمر أو عن أي صحابي آخر عاصر هذه الحادثة، لأن أسلم عاصر كل الصحابة وكان يروي عنهم. أيضا أنا استدللت بدليل آخر يقوي ما قلت، ولكن بتره هذا المدلس. شاهدوا معي ماذا بتر. فهي تفضل، إما تضعف البخاري أو تقبل الرواية. أزيدكم من الشعر بيتا، شاهدوا معي هذا الحديث. فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني، الجزء العاشر، دار الفكر، رقم الصفحة، رقم الحديث. يذكر السند إلى أن يقول: عن عروة أن النبي خطب عائشة إلى أبي بكر. دقيق، يقول عن عروة. عروة تابعي ولم يلتقي برسول الله، فكيف له أن يروي مباشرة عن رسول الله؟ نترك أهل العلم والفن، ابن حجر هو من يجيب. يقول: قال الإسماعيلي، إلى أن يقول: ثم الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيحين فيلزمه في غيره من المراسيل. هنا الإسماعيلي يشكل على هذا الحديث بإشكالين، ثم يأتي ابن حجر ويرد عليه فيقول: قلت. يرد الإشكال الأول، لا يهمنا، المهم هو الثاني. يقول: وعن الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على السماع ممن أخبره عنه ولو لم يأتي بصيغة تدل على ذلك. أظن أن الأمر صار واضحا، فحديث عروة التابعي حتى وإن لم يلتقي برسول الله ولم يصرح بالسماع من أحد روى عنه البخاري وقبل حديثه، فالبخاري حمل الرواية على السماع من خالته عائشة، وأيضا لأن الراوي ليس مدلسا فيكون الحديث صحيح رغم أنه لم يصرح بالسماع من أحد. وهذا أيضا ينطبق على أسلم مولى عمر، فأسلم في رواية تهديد عمر بحرق البيت لم يروي عن رسول الله، وهذا أهون بكثير من رواية عروة الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأسلم روى عن مولاه عمر حتى وإن لم يصرح بالسماع فإنه يحمل على السماع من عمر لأنه كان ملازما له، وأيضا لأنه غير مدلس، وبهذا يكون الحديث صحيح السند لا غبار عليه. كما شاهدتم نفس هذه الواقعة تنطبق على أسلم. فهل البخاري جاهل بعلم الحديث أم أنتم أعلم منه؟ وأقول لهذا الشخص: هب أن كلامي واستدلالي باطل، ماذا تقول في تصحيح علمائك الكبار لهذا الحديث؟ أترككم مع المصادر وفرجة ممتعة. مصنف لابن أبي شيبة، تقديم معالي الشيخ ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشتري، تحقيق أستاذ دكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشتري، المجلد 21، صفحة 143، نفس الحديث ونفس السند.
صفحة 144 تكملة الحديث 9 يقول حديث صحيح أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن عبد البر في الاستذكار وابن أبي عاصم في الأحد. إذن هذا الحديث حديث صحيح. دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية، تأليف عبد السلام بن محسن آل عيسى، صفحة 521 يذكر نفس الحديث الذي في المصنف. وأيم الله ما ذاك بمانعين اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت إلى آخر الحديث. يقول في الحاشية رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في فضائل الصحابة صحيح من رواية ابن أبي شيبة. أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري، تأليف الدكتور عبد العزيز محمد نور ولي. هذا الكتاب هو في الأصل رسالة علمية قدمها المؤلف وحصل بها على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الثانية في عام 1415 هجرية، صفحة 310. وفي موقف علي والزبير واتجاههما لبيت فاطمة وموقف فاطمة عليه السلام وردت رواية صحيحة تخالف ما ذكرته الشيعة، فعن أسلم العدوي قال، ثم يذكر حديث المصنف. في الحاشية يقول مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للإمام المحدث شاه ولي الله ذهلوي، المجلد الأول، صفحة 118. عن أسلم بإسناد صحيح على شرط الشيخين، ويذكر حديث المصنف. المذكر في التذكير والذكر للشيباني يذكر نفس السند الذي في المصنف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعني صاحب المصنف، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال، يذكر الحديث إلى أن يقول فلما جاء فاطمة قالت إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، ما شاء الله دين كذا وكذا. المهم هل هذا الحديث صحيح؟ رقم 6. وفي الحاشية يقول إسناده صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بهذا الإسناد. تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، المجلد السادس، شاهد نفس السند عند المصنف. يقول حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب لفاطمة يا بنت رسول الله صلى الله عليه ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك وما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك. أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وفيه قصة. كتاب فضائل الصحابة لابن حنبل الجزء الأول، شاهد السند محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال، نفس السند الذي جاء عند المصنف. لما بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها، فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك، وكلمها. يقول في الحاشية رجال الإسناد ثقات. قراءات في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجا للشيخ حسن بن فرحان المالكي، ولكن حزب علي كان أقل عند بيعة عمر منه عند بيعة أبي بكر نظرا لتفرقهم الأول عن علي بسبب ما رأوه من بوادر الفتنة التي انتهت بمداهمة بيت فاطمة في أول عهد أبي بكر وإكراه بعض الصحابة الذين كانوا مع علي على بيعة أبي بكر، فكانت لهذه الخصومة والمداهمة وهي ثابتة بأسانيد صحيحة ذكرى مؤلمة لا يحبون تكرارها. وإذا رجعنا للحاشية يقول كنت أظن المداهمة مكذوبة لا تصح حتى وجدت لها أسانيد قوية منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن أسلم مولى عمر وغير ذلك. كما شاهدتم علماء الوهابية صححوا هذه الرواية، ولا يضعف هذه الرواية إلا جاهل معاند، ولا فقط صححوا هذه الرواية بل وتلاعبوا فيها وزوروها. شاهدوا يعلمون أن هؤلاء محترفون في القص والبتر الأحاديث وتزويرها، بل أساس دينهم هو هذا، يعني هؤلاء بروفيشنال في هذا المجال. الآن سوف نلقي نظرة خفيفة وظريفة عما فعلوه بهذا الحديث، لأنهم أحسوا بخطورة هذه الحادثة فحاولوا أن يزوروها، ولكن نسوا أن الله متم نوره ولو كره الكافرون. نشاهد تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، المجلد السادس، شاهد نفس السند عند المصنف. يقول حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال
قال عمر بن الخطاب لفاطمة: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، وما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك. أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه قصة. الله أكبر، شهدتم أنه لم يتجرأ على تضعيف السند ولا نكران الحادثة، فقط بطر الحديث وقال فيه قصة. هل المصنف روى القصة هكذا؟ شاهدوا التزوير كيف يتلعبون بالأحاديث. فيه قصة؟ أين هي القصة؟ فقط بقي له أن يكتب في الحاشية وبين قوسين مختبئا ويقول ابحثوا عن القصة في جوجل. لماذا لم تذكر القصة كاملة؟ لماذا تحجبون الحقيقة المؤلمة على الناس؟ هذه هي الأمانة العلمية؟ شاهدوا يا من تسمون أنفسكم بأهل السنة والجماعة، هذه سنة رسول الله. شاهدوا كيف يتلاعبون بدينكم، يريدون أن يصوروا لكم أن كل الصحابة عدول ولم يحدث أي شيء بينهم، وفقط يذكر الجزء الذي يريده. ندب إلى كتاب آخر وخيانة أخرى، كتاب فضائل الصحابة لابن حنبل الجزء الأول. شاهد السند: محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال، نفس السند الذي جاء عند المصنف: لما بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله، كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها، فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. وكلمها. يقول في الحاشية: رجال الإسناد ثقات. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الخزي والعار؟ شاهدتم التزوير وماذا فعل أحمد بن حنبل؟ قال وكلمها، والمصيبة نفس السند الذي جاء عند ابن أبي شيبة، يعني حذف تهديد عمر بحرق الدار وجعل مكانها وكلمها. ما معنى وكلمها؟ ماذا قال لها؟ والله الإنسان يقف حائرا مع هؤلاء، كيف يزورون التاريخ وكيف يضمون أهل البيت. ندب إلى تزوير آخر وفضيحة أخرى، الاستيعاب في أسماء الأصحاب للقرطبي الجزء الأول. حدثنا عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه: ولقد بلغني أن هؤلاء النفر يدخلون عليك، ولئن بلغني لأفعلن وأفعلن. ثم خرج وجاءوها فقالت لهم: إن عمر قد جاءني وحلف لئن عدتم ليفعلن، وأيم الله ليوفين بها. يقول لأفعلن وأفعلن، يعني ماذا؟ ماذا فهمتم أنتم من هذا الكلام؟ وماذا سيفعل عمر إذا عادوا إلى بيت فاطمة عليه السلام؟ هل سيأتيهم بالورود والحلويات والألعاب للأطفال مثلا؟ والله أمركم عجيب. ندب إلى تزوير آخر وطامة، أعيد، طامة ما بعدها طامة. هذا الدكتور علي محمد لديه كتاب اسمه أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب، وأيضا شارك في لجنة المراجعة التاريخية وتدقيق النص في مسلسل عمر. لنذهب إلى كتابه ونرى ماذا فعل هذا الدكتور المحقق. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تأليف الدكتور علي محمد محمد صلابي الجزء الأول. سادسا: يا بنت رسول الله، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. عن أسلم العدوي، هذا سند المصنف، قال: لما بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله، كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها، فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. وكلمها. فدخل علي والزبير على فاطمة فقالت: انصرفا راشدين، فما رجع إليها حتى بايع. لاحظوا أنه زور الحديث وقال وكلمها، وأيضا بطر كلام فاطمة عندما أقسمت أن عمر سيحرق عليهم البيت. أولا شاهدتم أنه نقل الحديث عن أسلم العدوي، نفس السند عند المصنف ابن أبي شيبة. ثانيا، هذا الدكتور المحقق لم يكن أمينا في نقله وزور الحديث وقال وكلمها. هل الحديث عن أسلم العدوي فيه وكلمها أم هددها بإحراق دارها؟ نكمل مع هذا المحقق الأمين في النقل، وهذا هو الثابت الصحيح والذي مع صحة سنده ينسجم مع روح ذلك الجيل وتزكية الله له. يقول: وهذا هو الثابت الصحيح والذي مع صحة سنده ينسجم مع روح ذلك الجيل وتزكية الله له. شاهدتم أنه لم يتجرأ على أن يضعف السند، ولكن الطامة الكبرى هي أن هذا الشخص جاء من الأخير وارتاح، لم يتعب نفسه كثيرا. قال: يا عمي، هذه الزيادة تهديد عمر بحرق البيت هي زيادة وضعها الروافد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقد زاد الروافد في هذه الرواية واختلقوا إفكا وبهتانا وزورا، وقالوا بأن عمر قال: إذا اجتمع عندك هؤلاء النفر فسأحرق عليهم البيت، لأنهم أرادوا شق عصا المسلمين. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح. الله الله على الدكتور، الله الله على المحقق، والله أنا لا أعلم ماذا أعلق. يقول بأن الروافد زادوا واختلقوا أن عمر قال: إذا اجتمع عندك هؤلاء النفر فسأحرق عليهم البيت. والله لا أعلم هل أبكي أو أضحك. ما هذا الجنون؟ ما هذه المهزلة؟ ما هذه الكارثة؟ أولا هذا الشخص ذكر الحديث مزورا وتلاعب فيه، لم يذكر ماذا قال عمر لفاطمة، وقال وكلمها، ثم قال بأن الروافد زادوا في الحديث. أنت أولا أذكر لنا ماذا قال عمر لفاطمة وليس وكلمها، ثم نرى هل الروافد من زاد في هذا الحديث أم لا. ولابن أبي شيبة رافضي: ما لكم أيها السفهاء كيف تحكمون؟ ثم يقول: وهذا هو الذي ينسجم مع روح ذلك الجيل، يعني يحاول بكل قوة أن يزور الحقائق ليبقى الصحابة كلهم عدول، ويصور بأن عمر هو ذلك الرجل الطيب الحنون. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يتلاعبون بالحقائق. نكمل مع هذا المدلس. Despite all of this, however, we will be gracious enough to grant our opponents the authenticity of the report, as we will demonstrate how it still works in our favor. Firstly, this narration is a virtue of Umar radiallahu anh, because he placed his love of Fatima radiallahu anha right after his love for her father, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, due to him saying, "Daughter of the Messenger of Allah, none in all creation was more dearly beloved to me than your father, and none is more beloved to us after him than you." This completely contradicts what the Shia want us to believe about the noble companion Umar radiallahu anh, as they try to present him as an individual who was an enemy of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and his household. يقول هذا المسكين: نسلم جدلا أن الحديث صحيح، وإذا سلمنا بصحته سنجد أن عمر يحب فاطمة. ما هذا الكلام المضحك؟ أولا يا هذا، من أنت حتى تسلم بصحة الحديث؟ الحديث صحيح رغم أنفك وأنف علمائك وأنف الثقافة كلها. وثانيا، قولك أن عمر يحب فاطمة، أنت تضحك على من؟ هل هذا الكلام تسميه حب؟ يأتي منزل فاطمة يريد حرقه وتقول يحب فاطمة؟ هذا الكلام من عمر هو كلام سياسي ونفاق. هل نسيت يا مسكين أن عمر اقتحم بيتها؟ شاهد معي من نفس الحلقة ومن نفس الحديث. فتح الباب، يعني علي موجود والزبير موجود وبنو هاشم موجودون، كلهم في البيت، ويأتي عمر يهدد بإحراق الباب، افتحوا الباب وإلا أحرقته. من يفتح الباب؟ فاطمة. أين الرجال؟ هذا كذب، فاطمة لم تفتح الباب أبدا، كيف تفتح الباب للرجال؟ بل عمر هو من اقتحم البيت، وعلي لم يكن موجود في البيت. وأيضا هذه الهجمة وقعت أكثر من مرة، وفي هذه المرة لم يكن علي موجود. أين الدليل؟ إليكم الدليل من نفس الحديث الصحيح، شاهدوا. يقول: خرج حتى دخل على فاطمة، إلى أن يقول: فلما خرج عمر جاءوها. إذن علي لم يكن في البيت، عندما خرج عمر جاء علي. إذن علي لم يكن موجود في البيت، وفاطمة مستحيل أن تفتح له الباب. إذن كيف دخل عمر بيت فاطمة؟ ليست له أي طريقة لدخول البيت سوى اقتحامه، يعني اقتحم بيت امرأة بدون زوجها، هتك حرمتها وهددها بإحراق دارها، وكشف بيتها للرجال، وأرعبها وأفزعها، وأرعب أبناءها بإحراقهم أحياء في البيت. الله أكبر، ما هذه المصيبة؟ الآن سيأتي إرهابي ويقول: لا، أصل عمر هدد علي بالإحراق وليست الزهراء. يا أحمق، وهل فاطمة تعيش في الجبل أم في نفس البيت؟ فإذا أحرق البيت فسيحرقون كلهم، وهل تهديد علي شيء هين؟ ورابعا يا هذا، حديث المصنف ليس حجة علي بل حجة عليك، فقد ثبت بما لا مجال للشك أن عمر اقتحم بيتها وهددها بإحراق بيتها. أما قوله أنه يحبها فواضح أنه كلام سياسي ونفاق. نكمل مع هذا المدلس المسكين. Moreover, according to the hadith, the house of Fatima radiallahu anha was never burned down, contrary to what the Shia want us to believe. يقول أن عمر لم يحرق بيت فاطمة. إليك هذا المقطع من نفس الحلقة. وأنا أذكر هذه الكتب لكي تروا أن هذه الواقعة لم يرويها كتاب واحد أو اثنين، بل كثير من الكتب روت هذه الواقعة. الآن تعالوا معي لنرى متن الحديث. أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: والله لا أحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة،
فخرج عليه الزبير مسلطا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. كما تلاحظون أن في هذه الهجمة علي كان في البيت، وهذه هجمة أخرى لأن في الهجمة الأولى كانت فاطمة وحدها في البيت، وهنا عمر يقسم أنه إذا لم يبايعوا سوف يحرق عليهم البيت، وهذا أيضا جاء عند المصنف، شاهدوا معي. المصنف لابن أبي شيبة، المجلد 13، رقم الصفحة، رقم الحديث. يا بنت رسول الله، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من الخلق أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمر بهم أن يحرق عليهم البيت. قال فلما خرج عمر جاءوها، يعني عمر كان عند الزهراء في البيت، وبعدما خرج عمر من بيتها جاءوها، يعني جاء علي والزبير، فقالت لهم فاطمة عليه السلام: تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، وأيم الله ليمضين لما حلف عليه. إذن ثبت أن عمر جاء بقبس من نار وبالحطب ومستعد لحرق البيت. هنا سؤال، هل أحرق عمر البيت؟ نعم أحرق البيت. أين الدليل؟ الدليل هو قسمه أنه يقسم بالله أنه إذا لم يبايعوا سيحرق الدار عليهم. إذن قسم عمر متعلق ببيعة علي، إذا لم يبايع علي أبا بكر سيتم حرق البيت. وهنا سؤال آخر، هل بايع علي من أول يوم؟ لا، لم يبايع من أول يوم، ولست أنا من يقول بل عائشة والبخاري، شاهدوا معي. فتح الباري وصحيح البخاري بن حجر العسقلاني، الجزء الثامن، رقم الصفحة، رقم الحديث. عن عائشة أن فاطمة عليه السلام، هنا البخاري يقول عن فاطمة عليه السلام، ثم يقولون لماذا تقولون عن فاطمة عليه السلام؟ المهم فيقول: أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة، يعني فغضبت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، تقول عائشة، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن أتينا ولا يأتي أحد معك، كراهية لمحضر عمر بن الخطاب. إذن من هذه الفتوى من عائشة نفهم أن علي لم يبايع تلك الأشهر إلا بعد وفاة فاطمة عليه السلام، أي بعد 6 أشهر. لنشاهد هذا المقطع. معلوم أن سيدنا علي بن أبي طالب لم يحضر هذه البيعة، ولا حتى سيدنا الزبير بن العوام وكثير من الصحابة، فسيدنا علي بن أبي طالب لذا يعني حدث في نفسه نوع من الجفاء، وحزن أنهم تسرعوا في هذه البيعة في عدم وجوده، ولكن كان عذرهم أنهم خافوا أن الأنصار تسارع في تعيين واحد منهم وتفارق كلمة المسلمين، والعذر الآخر أنهم علموا أن سيدنا علي بن أبي طالب يضمر كل الاحترام لسيدنا أبي بكر الصديق، وأنه يرضاه لدنياه كما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينه، ولذا لما بان الأمر كذلك بايع سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا أبي بكر الصديق بعد ذلك بيعة حسنة، وبين العذر، ولكن كانت بعد 6 أشهر. إذن علي لم يبايع إلا بعد 6 أشهر، وعمر أقسم بالله أنه سيحرق البيت، وبهذا يثبت أن عمر أحرق البيت لأن علي لم يبايع مباشرة. وإذا قلتم لا لم يحرق، إذن عمر هنا يكون كاذبا في قسمه، وإذا قلتم علي بايع مباشرة فسيكون بايع تحت التهديد، وبهذا تكذبون أمكم عائشة لأنها قالت لم يبايع تلك الأشهر. إذن يا إما البخاري كذاب أو عمر كذاب أو عائشة كاذبة، والاختيار لكم. قد يقول هذا الوهابي أن حديث المصنف يعارض حديث البخاري، لنشاهد. In addition to its disconnected chain, we find authentic reports that seem to conflict with what is mentioned in this report. For example, Imam al-Bukhari narrates in al-Sahih from Aisha radiallahu anha that she said, "When Fatima was alive, the people used to respect Ali much, but after her death, Ali noticed a change in the people's attitude towards him. So Ali sought reconciliation with Abu Bakr and gave him an oath of allegiance. Ali had not given the oath of allegiance during those months, i.e. the period between the Prophet's death and Fatima's death.
This contradicts what we find in the report of Musannaf, where it suggests that Ali radiallahu anhu did pledge allegiance in the period between the Prophet sallallahu alayhi wasallam's death and the death of Fatima radiallahu anha. هل هذه تعتبرها بيعة وهابي؟ يبايع تحت تهديد الحرق والقتل؟ هل هكذا تكون البيعة؟ أين هي الشورى التي نفختم بها أذان الناس؟ تبايع أو أحرق عليك بيتك؟ أليس هذا هو الإرهاب بعينه؟ نشاهد كيف تمت هذه الخرافة المسماة ببيعة علي لأبي بكر. الصديق رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم، هذا بعد أن أصبح خليفة المسلمين، فلم يرى عليا. شوف كان يتفقد من؟ علي بن أبي طالب، فسأل عنه أين علي بن أبي طالب؟ أوه ما شاء الله، مسكين أبو بكر، كم هو حنون، كان يتفقد وجوه الناس ولم يرى وجه علي، يا مصيبته. ماذا فعل أبو بكر الحنون؟ فسأل عنه أين علي بن أبي طالب، فقام ناس من الأنصار فقال فقام ناس من الأنصار فأتوا به. طيب ماذا؟ فأتوا به، يقول فأتوا به. ما معنى فأتوا به؟ يعني جاءوا به مكرها، لم يقل فأتى معهم، لا، فأتوا به. لهذا أقول لكم دققوا في كلامهم جيدا، لأن هؤلاء محترفون في تلميع الكلمات. فهناك فرق أن تقول جاء مع الشرطة، وفرق أن تقول الشرطة جاءت به أو أتت به. يعني الشرطة أتت به مكرها. لماذا مكرها؟ لأنه أبى أن يبايع أبا بكر حتى هدده بإحراقه. سيقول وهابي الآن لا، هذا ليس بصحيح، لم يأتوا به، بل هو جاء معهم غير مكره. طيب لنعيد القصة من الأول، شاهد هذا الكتاب. العقد الفريد لأبن عبد البر الأندلسي، الجزء الخامس، الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر، علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة. فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة، وقال له إن أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم، أو تدخل فيما دخلت فيه الأمة. يقول يخرج من بيت فاطمة، يعني يخرج بالقوة، حتى أنه قال له إن أبوا فقاتلهم. إذن أبو بكر يعلم أنهم لن يبايعوه، وأحس أنهم يشكلون خطورة على خلافته، لهذا استخدم القوة فبعث إليهم عصابة فيهم عمر. نكمل القصة. كتاب السنة للشيباني، بيعة أبي بكر. عن ابن شهاب قال وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، فدخل بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ومعهما السلاح، فجاءهما عمر في عصابة من الإرهابيين، يذكر أسماء الإرهابيين إلا أن يقول فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره. إسناده إلى الزهري حسن. إذن علي والزبير كانا غاضبين جدا لبيعة أبي بكر، وكان معهما السلاح، يعني مستعدين للقتال ومواجهة العصابة التي كانت مع عمر، حتى أخذوا منه سيفه وكسروه. نكمل القصة. عن أبي نضرة قال لما اجتمع الناس على أبي بكر فقال ما لي لا أرى عليا؟ قال فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وهذا إسناد صحيح. يقول فجاءوا به، وإسناد هذا الحديث صحيح. إذن علي لم يأتي طائعا، بل أتى مكرها للبيعة. ثم يستهزئون بأن علي جره كالجمل المغشوش، شاهدوا. ثم أمروا بإحراق البيت فأحرقوه، ثم أخذوا عليا كالجمل المغشوش إلى البيعة غصبا ورغما عن أنفه. هذه هي أسطورة المجوس. هؤلاء لا يقرؤون كتبهم، يقول في رواياتهم المجوسية. ماذا تقول في هذا الحديث الصحيح؟ هل هذا مجوسي؟ يقول فجاءوا به. كيف جاءوا به؟ هل جاءوا به في سيارة مرسيدس يعني؟ أم جاءوا به كالجمل المغشوش؟ هل هذه بيعة؟ أم بيعة إكراه تحت السيف؟ إذن أظن أن القضية صارت واضحة إخوتي الكرام، يا إما تبايع أو تقتل. ما شاء الله، سيدنا رضي الله عنه يقاتل سيدنا رضي الله عنه، لأنه رفض مبايعة سيدنا رضي الله عنه، وكلهم رضي الله عنهم وكلهم عدول وكلهم في الجنة. ما شاء الله على هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم، كلهم عدول.
هل تسمي هذه بيعة يا وهابي؟ نكمل. In this narration, Umar radiallahu anh doesn't even threaten Fatima, and even Fatima herself understood that Umar was only concerned with Ali and Zubair. يقول عمر لم يهدد بيت فاطمة بالحرق. ما شاء الله. وكأن فاطمة تعيش في الجبل. ما هذا الغباء؟ نكمل. The evidence of this is clear when we take a look at the narration itself, which Dhul Fiqar has opened right in front of him. After mentioning his love for Fatima and her father Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Umar radiallahu anhu says, "Yet I swear by God that it won't stop me from gathering these people and commanding them to burn this house down on them." Notice how the deceivers at Rafida.org mistranslated this portion of the text in their subtitles. According to them, Umar would burn this house over you, which would include Fatima. However, the Arabic clearly says alayhim, on them, which excludes Fatima and not alaykum. يقول هذا الوهابي أن عمر قال رق عليهم ولم يقل عليكم. طيب تفضل هذا الحديث يقول فيه عمر أحرق عليكم كحل بها عيونك. أنساب الأشراف البلادوري الجزء الثاني المدائني عن مسلم بن محارب عن سليمان التيمي وعن ابن عون أن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة فلم يبايع فجاء عمر ومعه قبص فتلقته فاطمة على الباب فقالت فاطمة يا ابن الخطاب أتراك محرقا علي بابي؟ قال نعم وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. كما شاهدتم أن عمر جاء بقبص من نار والذي يريد حرق البيت لابد أن يأتي بالحطب وقد ثبت أن عمر جاء بقبص من نار وجاء مستعدا لحرق البيت وقال نعم أنه سيحرق البيت. إليكم هذا الكتاب تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري في المجلد الثاني ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله رقم الصفحة حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لا أحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مسلطا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. ما رأيك؟ عمر يقول والله لا أحرقن عليكم البيت ومن كان في البيت؟ العصافير؟ لا علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام وصحابة آخرين. فهل فاطمة تعيش في الجبل أم في نفس البيت؟ أنتم تضحكون على من يا وهابي. وهذا الحديث الذي ذكرته في تاريخ الطبري حديث صحيح يمكنكم الرجوع إلى الحلقة لا داعي أن أعيد. نكمل مع هذا المسكين. The last and final part of this hadith, which Dhul Fiqar and many other Shia scholars omit, completely flies in the face of 12 Shiaism. The report continues with Fatima saying, "By Allah, he would fulfill what he promised, so be men of wisdom and flee from your opinion and never come back, i.e. until you have given bay'ah." So they never returned until they gave Abu Bakr the bay'ah. This beautiful part of the hadith proves that Fatima radiallahu anha agreed with Umar radiallahu anh, as she clearly warns Ali and Zubair to flee from their opinion. And it also proves that Fatima accepted the leadership of Abu Bakr. It has now become clear why Dhul Fiqar left this section out. يقول أن فاطمة وافقت عمر وقامت بتحذير علي والزبير على مبايعة أبي بكر. يا وهابي كفاكم استهزاء بعقول الناس. قلت لك يا وهابي هذا الحديث ليس حجة علي بل هو حجة عليك. وهل إذا جاءك رجل يهدد زوجتك بحرق دارها ويقول لها إذا لم يخرج زوجك من المنزل ويبيع لي سيارته سأحرق عليه البيت؟ ماذا تنتظر من زوجتك أن تفعل؟ من الطبيعي أنها ستقول لك لقد جاءني رجل وهدد بحرق البيت إذا لم تبع له السيارة فاذهب وبع له السيارة واكفنا من شره. وهذا ما وقع في هذا الحديث. ما كان عند الإمام علي عليه السلام سوى الصبر كما أوصاه به رسول الله. فلا تضحك على عقول الناس يا هذا. وأيضا قال أن فاطمة كانت راضية على بيعة أبي بكر. ما شاء الله. نسي هذا المسكين أن فاطمة قتلت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر ومن البخاري شاهدوا. وحتى أن قبرها مجهول إلى يومنا هذا. تخيلوا قبر سيدة نساء العالمين لا أحد يعرفه. الآن إذا مات ملك أو شخص مشهور تجد العالم يتكلم عنه ويحضرون جنازته ويصلون عند قبره. أما قبر بنت سيد الخلق سيدة نساء أهل الجنة لا يعرفه أحد.
أليست هذه رسالة من الزهراء وعلامة من علاماتها أنها ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر؟ شاهدوا معي الحديث. صحيح مسلم بشرح النووي، رقم الصفحة، رقم الحديث، نفس الحديث الذي قرأناه في البخاري. فيقول: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، ولم يؤذن بها أبو بكر، وصلى عليها علي عليه السلام. لم تريد أن يحضر جنازتها ولا أن يصلوا عليها من شدة غضبها عليهما، وأوصت الإمام علي عليه السلام أن يدفنها ليلا وسرا لكي لا يعلم أحد منهما أين قبرها. هكذا استشهدت سيدة النساء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا أتحداه أن يأتيني بحديث أن فاطمة بايعت أبي بكر أو رضيت ببيعته. نكمل مع هذا المسكين. An objection may be raised that despite Umar not burning the house of Fatima, he did speak in a harsh tone by threatening to burn the house. And this is apparently enough evidence to demonstrate Umar's bad character. This tone of speaking, however, is not shocking at all when one familiarizes himself with the sunnah of the Prophet ﷺ, since he too made harsh threats like this. Al-Bukhari and Muslim narrate in the Sahihain from Abu Hurairah radiallahu anhu, who said, the Prophet ﷺ said, no doubt I intended to order somebody to pronounce the iqama of the compulsory congregational prayer, and then I would go to the houses of those who do not attend the prayer and burn their houses over them. يقول أن عمر كان حادا في كلامه، وهذا شيء عادي، كما أن رسول الله كان حادا في كلامه لتارك الصلاة. عجيب، هل تقارن فعل النبي مع فعل عمر الذي كان يريد البيع قاهرا لأبي بكر؟ وهل عمر نبي حتى تقارن أفعاله مع فعل النبي صلى الله عليه وآله؟ الله أكبر عليكم يا وهابية، لا أستغرب منكم هذا، فقد كذبتم على رسول الله وقلتم أنه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر. والأمر الآخر، هل تعتبر كلام عمر وتهديد عمر شيء هين يعني؟ إليك هذا المقطع من نفس الحلقة. الآن انتبهوا على ما سأقول، أتنزل مرة أخرى عن كل هذه الجرائم التي فعلها عمر، وأقول أن عمر لم يحرق بيت فاطمة، ولم يقتحم ويكبس البيت، وأن كل هذه الأحاديث التي قرأتها عليكم كنت مشتبها فيها، يعني لا تتعبوا أنفسكم في الرد عليها، فقط ردوا علي في هذه المسألة التي أتحداكم فيها، وفقط سأكتفي بأقل شيء بحديث واحد وفعل واحد، ألا وهو تهديد عمر لفاطمة بحرق البيت، وسأكتفي بالحديث الصحيح والصريح الذي جاء في المصنف. والآن سؤال، ما هو الحكم الشرعي تجاه عمر بتهديده لإنسان مسلم؟ اتركوا فاطمة، ماذا يقول رسول الله في إنسان يهدد ويرعب مسلما؟ تعالوا معي نرى ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشأن. صحيح مسلم بشرح النووي، رقم صفحة، رقم الحديث، قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حديث آخر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. قوله من أشار إلى أخيه بحديد فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يشرح ابن حجر فيقول: فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. لنشاهد حديث آخر. صحيح جامع الصغير والزيادة للألباني، المجلد الثاني، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. صحيح، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لنشاهد ماذا يقولون ثم نطبق الحكم على عمر. بإشارة السلاح، سلاح، أمسك حديدة، ها، وأشير عليك في مضاربة بيني وبينك وأشير حديدة، هنا تدخل في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بالسلاح لعنته الملائكة حتى ينتهي ولو كان أخاه من أبيه وأمه. رواه مسلم. حتى لو أخوك تشير عليه بالسلاح تلعنك الملائكة حتى تنتهي من هذا العمل، تنتهي من هذا العمل، حتى لو كان مزح يدخل فيه ولا ما يدخل فيه. الحديث عام، حديث عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بالسلاح، أشار إليه جاد ولا مازح، فالإشارة هنا مطلقة والحديث مطلق. ترويع المسلم سواء بالمزاح أو بالجد حرام حتى لو مازحا، لا يجوز لك أن تروع أخوك المسلم مازحا جادا. بعض الناس يأخذ جوال إنسان أو مفتاحه وهذا يظل يدور ويخاف ويتروع، هذا لا يجوز. بل شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: من أشار على أخيه بحديدة
يعني بعض الناس يمزح مع حديدة ويشير تلعنه الملائكة قال حتى يضعها، فلا تشير على أخيك ولا تروعه. إذا من يروع مسلما ولو بالمزاح حرام، يلعنه الله ورسوله والملائكة. وأيضا قيل أن عمر استدعى امرأة حامل فخافت حتى أسقطت جنينها. شاهدوا. يسأل أحد الإخوة عن حكم ترويع المسلم، يقول هناك برامج تقوم على ترويع الناس وتخويفهم. يا أخي الفاضل، يحرم أن يروع المسلم وأخاه المسلم ولو مازحا ولو مازحا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد فيه، بل ولعن عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يشير الإنسان على أخيه بحديدة سواء كان مازحا أو جادا، ونهى عن ترويع المسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه قيل بأنه استدعى امرأة حاملا فخافت ارتاعت من عمر فأجهرت أسقطت الجنين، فأفتاه بعض الصحابة بأن عليه الدية، قالوا أن تسبب في ترويعه. ولذلك يحرم على المسلم أن يروع أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الترويع، سواء بأمور مادية أو أمور حسية أو حتى بالكلام. هذه الامرأة خافت من عمر وأسقطت جنينها فقط لأنه استدعاها، فما بالك من أشهر السلاح في وجهها واقتحم بيتها وهددها؟ أليس هذا كاف أن تسقط جنينها؟ فقد ترويع المسلم تلعنه الملائكة، فما بالك في تهديد بضعة رسول الله الذي قال فيها رسول الله هذا الكلام. فتح الباري بشرح البخاري بن حجر العسقلاني، الجزء السابع، رقم الصفحة، رقم الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. لنشاهد حديث آخر. صحيح جامع الصغير والزيادة للألباني، المجلد الأول. إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. صحيح. هذا الفعل من عمر ألم يروع ويؤذي ويغضب فاطمة وأبنائها؟ نعم، يؤذيها ويغضبها. أي إنسان يهدد بهكذا تهديد يروع. إذا ما هو حكم عمر؟ حكمه أن الله ورسوله والملائكة تلعنه. إذا عمر ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، ولست أنا من يقول. وأيضا هذا الفعل ألا يؤذي رسول الله؟ نعم يؤذيه، والله يقول في كتابه الكريم، القرآن الكريم، سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذا عمر ملعون في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا من القرآن والسنة، وكل هذا من كتبكم. ما هو ردك الآن؟ هل قول عمر تعتبره قول هين أم هو كفر ونفاق؟ وأيضا لا تنسى قول أبي بكر قبل أن يهلك. لنشاهد. الآن سنذهب إلى عالم آخر عندهم ونرى ماذا قال في هذا الحديث، ندم أبي بكر في كشف بيت فاطمة. لنشاهد. الأحاديث المختارة للضياء المقدسي يذكر الحديث إلى أن يقول: فأما الثلاث التي وددت أني لم أفعلهن، وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة أو تركته وإن أغلق على الحرب، إلى أن يقول: قلت وهذا حديث حسن عن أبي بكر. قال المقدسي بأن هذا الحديث حسن عن أبي بكر. إذن العلامة المقدسي يقر بصحة هذا الحديث. نذهب إلى كتاب آخر ألا وهو كنز العمال، الذي جاء هذا الجاهل الأحمق الغبي وبدأ يشنع به علينا ظنا منه أنه كتاب شيعي. جهل مركب وغباء، ماذا نفعل؟ الله المستعان، يبتلين بهؤلاء صراحة. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المتقي الهندي، المجلد الثالث، رقم الصفحة، رقم الحديث، عن عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر قال له في مرض موته: إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه عنهن، فأما اللاتي فعلتها وددت أني لم أفعلها فوددت أني لم أكن أكشف بيت فاطمة وتركته وإن كانوا قد غلقوه على الحرب، إلى أن يقول أبو عبيد في كتاب الأموال الذي قال كذا وكذا، وخيثم بن سليمان الأطرابلسي في فضائل الصحابة إلى أن يقول وقال إنه حديث حسن. إذن هذه الحقيقة ثابتة عن أبي بكر أنه يعترف بكشف بيت الزهراء عليه السلام، مثل أبي عبيد هذا العالم الرباني عندهم في كتابه الأموال. شاهدوا ماذا فعل وكيف تلاعب بهذا الحديث. كتاب الأموال، تأليف إمام الحديث والفقه واللغة والأدب أبي عبيد، يذكر السند إلى أن يقول قال دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفي فيه، إلى أن يقول أبي بكر فأما التي فعلتها ووددت أني لم أفعلها فوددت أني لم أكن فعلت كذا وكذا لخلة ذكرها، قال أبو عبيد لا أريد ذكرها. ما شاء الله، دين كذا وكذا، يقول لا أريد ذكرها. لماذا لا تريد ذكرها ولماذا تريد إخفاءها؟
هذه هي الأمانة العلمية؟ لاحظتم أنه لم ينكر الحديث وإنما تلاعب فيه لأنه لا يطيق أن يروى هذا عن أبي بكر. إذن بيت فاطمة تم اقتحامه من قبل عمر، وبهذا يكون عمر قد اعتدى على فاطمة وهدد الإمام علي عليه السلام على البيعة مكرها. كل كلامك يا وهابي رددت عليه عشرات المرات في حلقات هذه وفي حلقات أخرى، وأنا هنا اختصرت الرد كثيرا. وقبل أن أنهي أود أن أشكركم من كل قلبي، لأن بسبب ردودكم المضحكة وتدليساتكم الناس بدأت تعرف من معه الحق ثم تتشيع، وأيضا تقومون بإعلان قناتي، حتى الذي ما كان يعرفني أصبح يعرف قناتي ويتابعني، فشكرا لكم على هذه الخدمة المجانية. هذا وصل الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة بالأطهار.